من اللاعبين لازم اروح معاك للمدربين ومدى صحه الانباء اللي بيتم تداولها عن اقتراب زين الدين زيدان من الرحيل عن تدريب ريال مدريد وتولي القياده الفنيه لفريق باريس سان جيرمان بدلا طبعا من الالماني توماس توخيل. استبعد هذه المعلومات لان زيدان جاء الى ريال مدريد وهو يعني مشروع طويل الأمد. زيدان وضع بصمة تاريخية في ريال مدريد لا يمكن لأحد أن ينكرها، تحديدا عندما حقق ثلاثية في دوري أبطال أوروبا وهو ما عجز عنه أي مدرب سابق ثلاثية متتالية. أضف إلى ذلك رئيس نادي ريال مدريد السابق رامون كالديرون كان قد صرح قبل فترة وقال أن يعني الارتباط بين ريال مدريد وزين الدين زيدان هو أكثر من ارتباط مدرب بنادي، هو ارتباط فيه الكثير من التقارب وفيه الكثير من العائلة الواحدة. وأعتقد أن ريال مدريد يعني مؤخرا عاد ومع زيدان تحديدا وتحسنت الأمور وربما تسير باتجاه جيد. ومن يعلم يعني الدوري الإسباني حتى الآن الصورة ضبابية، الأتلتيكو مدريد هو الأفضل، لكن أستبعد أن يرحل زيدان عن ريال مدريد على الأقل هذا الموسم. يهمنا جدا كمصريين فكرة موضوع محمد صلاح، بقالنا فترة بنتكلم زي ما قلت لك انه صلاح فيه جدل واسع جدا حول مستقبله مع ليفربول بعد نهاية الموسم الحالي، وانه ممكن يروح نادي تاني سواء برشلونة او ريال مدريد، ويمكن تصريحاته مع اس الاسبانية كانت مش واضحة قوي انه يعني فريقين كبار ولكن النادي هو اللي في ايده الموضوع. انت شخصيا بتتوقع رحيل محمد صلاح في الميركاتو الصيفي اللي جاي لاحد الاندية دي او هيستمر مع الريدز؟ محمد صلاح فتح الباب في تصريحاته لآس الإسبانية، وأعتقد أن محمد صلاح كان يعني ما يقول، كان يوجه رسالة، توقيت المقابلة، توقيت الكلام مع صحيفة مدريدية تصدر من مدريد وتدور في فلك ريال مدريد، لا شك أنها رسالة بالغة الأهمية. لكن دعينا من العواطف ويجب أن نتكلم لمصلحة محمد صلاح من وجهة نظر شخصية أتحدث طبعاً. محمد صلاح عرف التألق، عرف النجاح، وعرف كيف يبدع ويتوهج مع نادي اسمه ليفربول تحديدا ومع مدرب يورجن كلوب. هذا المدرب يجب أن نمنحه حقه في استعادة محمد صلاح لمستواه وفي توهج محمد صلاح. يورجن كلوب كان يعلم جيدا كيف يستفز ملكات محمد صلاح، كان يعلم جيدا كيف يوظف محمد صلاح، وكان يعلم جيدا كيف يخرج من هذا اللاعب أفضل ما لديه. هذا المدرب لديه الكثير من التعاطي بعيدا عن كرة القدم، من التعاطي النفسي، من التعاطي السيكولوجي، هو مدرب ناجح على كافة الأصعدة. وأعتقد أن نجاح محمد صلاح الكبير في السنوات الأخيرة، هو لاعب كبير لا شك في ذلك، هو نجم كبير، لكن يورجن كلوب عرف جيدا كيف يوظف محمد صلاح. بدون مبالغة وحبا في محمد صلاح وبكل صراحة، أخشى عليه من الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة إن لم تكن الخطوة محسوبة جدا جدا جدا، لأن محمد صلاح الآن في ليفربول هو نجم كبير. صحيح أن كلوب ربما يجلسه بعض الأحيان على مقاعد البدلاء وهناك أقاويل بأنه غير سعيد، لكن يجب أن نتذكر أن محمد صلاح حصد كل ما حصده مع ليفربول بظل عهد يورجن كلوب وقدم هذا التوليفة. هناك أمور زميلتي سارة خارج عن كرة القدم، كلوب يعرف جيدا كيف يستثمرها. بشكرك جدا الصحفي اللبناني باسم رواس، ويمكن كتير من المصريين بيتفقوا مع وجهة النظر دي انه محمد صلاح تألقه في ليفربول ومش المفروض يسيب الريدز دلوقتي، ولكن اللاعب يعني أدرى بمصلحته واكيد اي خطوة هتكون محسوبة جدا. فعلا فكرة انه كان الحوار مع جريدة اس الإسبانية المدريدية كان عليه علامات استفهام كتير، وكان في ناس بتتكهن ان ده معناه غير طبعا التقارير الإسبانية اقتراب رحيل صلاح من الريدز او من ليفربول، وطبعا انضمامه لريال مدريد لسه ما فيش اي حاجه مؤكده او اي كلام اتقال. تقارير اسبانيه بتقول انه بالفعل في مفاوضات بين الناديين او انه ريال مدريد فعلا طلب صلاح، ولكن لسه ما فيش اي حاجه. وطبعا ايا كان الفريق اللي هيلعب فيه نجمنا المصري الدولي محمد صلاح احنا وراه وبندعمه.